مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. أول ظهور الأب ديال فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء اللي عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. فاطمة الزهراء عانات مع شخص عنده 65 سنة، الذكاء اللي عطاه الله بالتنسيق مع الطبيبة اللي قدرت توصل للدرك الملكي باش تعري واقع معاش ديال عدد آخر من الفتيات اللي تعرضوا نفس الجرم. مشاهدينا الكرام، علي هو الاب ديالها، غنشوف ما حيتيات القضيه. سي علي لاباس؟ نعم سيدي لاباس. اجي تعود ليا علي، في الوقيته اللي جا عندك المقدم قال لك راه بغاوك الجدارميه، انت ما عرفتيش علاش، وعاود ليا شنو اللي وقع. واخا سيدي، غوت جا عندي المقدم ما عرفت علاش، هوت لعند الجدارميه، وصلت عندهم دخلت، قالوا لي شكون انت؟ قلت لهم انا هو فلان. قالوا لي واش انت باه ديال الدريه؟ قلت لهم اياه. قدموني لعند لاجودان، دخلت لعند لاجودان، قال لي جلس، ريحت، قال لي بغيت نعاود لك شي مشكل ولكن ما خصكش تقلق. قلت له انا كنسمع مولا جودان. قال لي يا ودي بنتك هاش واقع ليها وهاش واقع ليها، بنتك راه مكربصه والسيد راه تعدى عليها وتعدى عليها من اللور، وبقى بيا الحال، بقيت متبع هكاياك قيا النهار كامل وانا عندهم. قال لي باش الملف ما يخرجش لبرا تنخدموا الملف ديالنا بالسريه الى 12 ديال الليل. سالينا الملف، بقينا غاديين هكا حتى وصلنا دابا حنايا في المحكمه، وبنتي تعداو عليها. الله دعيناه غير الله، دعيناه غير الله. هذا المجرم هذا بغينا العداله فيه، بغينا العداله فيه. غتعاود ليا دابا ملي ساليتي من تم وتلاقيتي مع بنتك، بنتك عاودت لك كيفاش تكرفص عليهم وداهم عند الطبيبه، والطبيبه عطاتهم واحد الورقه وقالت لهم جريو عند الجدارميه بلا ما يعرف هو. عاود ليا اش قالت لك بنتك؟ بنتي عاودت ليا قالت لي هزنا هودنا للجرب بالمركوب ووصلنا تال عند الطبيب وخلص السرفاكي حتى هو. هادشي تتكرفص عليهم؟ تتكرفص عليهم. بنتي هي اللي قالت له انا خصني نمشي للطبيب، خصني نمشي للطبيب، داها للطبيب وخلص هو السرفاكي حتى من عنده، خلص المركوب من عنده. الطبيبة الله يجازيها بخير خدمت معاهم، عطاتهم ديك السرفاكيتا قالت لهم خبعوها تحتكم ما توريوهالوش حتى تديوها للجدارمية. فعلا خبعوا ديك السرفاكيتا وما داروا في نفسهم خبار، عطاته هو سرفاكيتا أخرى خاوية ما فيها والو، بقى على نيته. الدريات مشاو عند الجدارمية وقدموا السرفاكيتا ديالهم، توصل بها لجودان هو اللي خذ التحقيق ديالو. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير، راه خدم معنا، الله يرحم له الوالدين حتى هو، كنشكروه بزاف، كنشكروه بزاف. تعاود ليا دابا بنتك ملي عاودت لك، هي البنيه كما قالت الام، قالت لها راه بزاف ديال البنات اللي دار لهم نفس هذاك الشيء. شكون هما هاد الناس وكيفاش؟ حنا انا ما كنعرفهمش، ولكن البنيتات بجوج عاودوا لينا، قال لك ما هما هما كمال التسعه، سبعه اخرين الضحيه، ما معروفينش. هذا كتعرف فيهم حتى واحد فيهم؟ ما كنعرفش فيهم شي وحده، وكنت كنعرفهم انا غادي نفضح، واخا هما ما بغاوش يفتحوا راسهم انا غادي نفضحهم. علاش؟ باغي غير العداله وغير القانون وغير الحق، باغي ياخذوا هاد الوليات هادو، هادو باقين غير صبيان، وهاد الديب في وسطهم خدام كياكل فيهم، حتى شي واحد ما جايب له الخبار. خصنا العداله تحقق، وخصنا ديك عين دفالي تنقى، خصنا ديك عين دفالي ما يبقاش فيها هاد المناكير هادي وبنادم كيغطي عليه. علاش؟ خصنا اللي شاف شي حاجه يفضحها، ما تبقاش مخبعه. هاد البنيه نعم، كيفاش كتمشي للمدرسه توقع عليها هادشي؟ بشحال بعيده المدرسه على فين ساكنه؟ المدرسه راه بعيده بشي عام من القدره اللي عندنا شي 6 كيلومتر، ومن القدره نعاوتاني شي 6 كيلومتر، شي 12 كيلومتر. فاش كتمشي؟ في الترانسبور، كيبتشي في الصباح تما كيقيلوا عيلة حتى المغرب، عاد كيجي حتى 6 العشيه عاد كيجي تما كيقيلوا. هما كيمشيو لذاك المستوصف قارين فيه الامان، بان راه الناس تما كاينه كيهربوا من الدراري اللي هما شباب اللي ما كيقدروا يديروا والو، زقوا الناس في الشياب هما اللي فيهم هذا الهم هذا، ودخلوا علينا هذا الدل هذا ودلونا قدام عباد الله. ما كنسمحوا لهمش، ما كنسمحوا لهمش، ما كنسمحوا لهمش. قال لي تناقش الموضوع، ناقشته مع الاستاذ المحامي اللي مسكين جاب الملف ديالكم، قال لك البنيه خصها الطبيب النفسي مسكينه. كيفاش كتشوف البنيه انت دابا؟ والبنت انا كنشوفها ما بقات هي هذيك، حاليا ما كنشوفها انا ما باقياش في العقل ديالها، ما بقاش لورمان. البنت كيف حالها شي شويه العقل ديالها ما بقاش هو هذاك،
والمحامي الله يجازيه بخير دخل معنا وعاوننا، وكنطلبوا اللي يعاوننا يعاونو حتى هو، ونطلبوا الله يعاون كل شيء. هادشي اللي كنطلبوا من الله، ونطلبوا الله ثاني يعاونكم حتى نتوما اللي اللي جريتوا معنا في هادشي وساندتونا وواسيتونا، وكنطلبوا الله، الله اللي يخلصكم، الله اللي يخلصكم. سي علي والله ما عرفت اش غنقول لك، هو معترف بهادشي اللي دار. هو اعترف، الدريه الاولى هربت له، سرت بنتي مشات تجيب القرعه المناضه، بقات مع الدريه الاخرى شدها فلتت له هربت على برا، كتلقى الدريه بنتي داخله بالقرعه المناضه، شدتها الدريه قالت لها يلا نمشيو بحالتنا. الدريه بنتي كانت باقا الشكاره ديالها الداخل عندهم تما كاينه، هي مشات تجيب الشكاره، هو الوا عليها دخلها، دخلها تكرفص عليها لا سمح عليه. كنطلبوا الله. يعني عندك شحال عندها من عام؟ طالعه في ال 15، طالعه في ال 15، 14 وشي حاجه. 14 وشي حاجه. اه هذا هو. الله يفرجها عليكم يا رب. اللهم امين. انا كاين شي امور قالتهم لي الام، وقالت لي مسكين راه هو ما خدامش. ما خدامش عاطل عن العمل، ما خدامش عاطل عن العمل، كنت خدام وهي هذيك حبسوني من الخدمه، ولات هي كتخدم وانا مريح مقابل الوليدات. الدري الاخر الصغير عندي في عمره 5 سنين. كنقيل كنقضي الشغيل في الخلا، وكنولي الدري كنقيل. فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء هي الكبيرة عندك؟ هي الكبيرة، هي البكرة ديالي. عندها 14 عام وشي حاجة. 14 عام وشي حاجة، هي اللي. الله يفرجها لك يا ربي، وأنا غادي نوضع رقم الهاتف ديالك، الله يسر لكم يا ربي، وإن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن أن ننتقلوا عندكم لأي مكان يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا أمور واضحة، السي علي في لحظة من اللحظات تيكتشف بانه الابنه ديالو هي الكبيره كتعرض لهذه البشاعه صراحه. وغريب في الامر انه شخص متقدم في السن 65 سنه. انا صغر منه، هو يمشي الوحده قد بنت ولده، قد بنت ولده يمشي ليها هو. شي ولاد هو؟ هو عنده ولاده، وحده خدامه في الجمارك، وحده خدامه في الشركه، وحده كتقرا في السانكي ماني. نطلبوا الله وانتوما والقانون وهذا المحامي، كنطلبوا الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص الفيديو المقبل ان شاء الله. غادي ندرجوا مع الاستاذ محمد اللي هو محامي بهيئه القنيطره وحقوقي لتبيان الحقيقه في الموضوع اكثر. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد، لانه السكوت على مثل هذه الأفعال القمة في الغرابة. مشاهدينا الكرام، دور كل من ساهم أو ساعد من جمعيات، من حقوقيين، من مغاربة، باش شيئا ما نغير ما هو سلبي ما هو إيجابي لهذه العائلة. أنا غادي نوضع رقم الهاتف السي علي، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.